خلينا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق رئيس القناة الأهلي من برج العرب علشان نطمن من خلاله على آخر الكواليس والاستعدادات بالنسبة للنادي الأهلي لمباراة الغد الهامة جدا، مباراة بطولة السوبر. يا توفيق أهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان وبرنامج الترند. اهلا بيك يا توفيق، عايز اطمن من انا خلالك على معاك كل من هنا يا الكواليس. امير من فندق اقامه النادي الاهلي بمدينه برج العرب محافظه اسكندريه، واليوم الرابع للمعسكر، وكمان زي ما بنقول يعني ده اليوم الختامي قبل مباراه الغد ان شاء الله في بطوله السوبر المصري ما بين النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش. يمكن الامور هنا بتسير على خير ما يرام، اجواء اكثر مرقعه داخل المعسكر الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يعني خليني اكلمك عن تفاصيل اليوم النهارده، اليوم الاخير قبل مباراه الغد باذن الله. يمكن الفريق تناول وجبه الفطار في تمام الساعه 11 صباحا، وبعد كده كانت وجبه الغداء في تمام الثالثه، بعد كده ان شاء الله هيكون في محاضره في تمام الساعه 6 مساء، ومن بعدها ان شاء الله في 6:30 الفريق هيتحرك مباشره الى استاد برج العرب لاداء المران الاخير للفريق قبل المباراه، هو نفس ملعب المباراه غدا ان شاء الله. يمكن الجهاز الفني للنادي الاهلي فضل ان المران الاخير يقام على نفس ملعب المباراه، خاصه ان فريق النادي الاهلي طبعا انت عارف ما بقاش يعني بقاله فتره كبيره ما لعبش مباراه على ملعب برج العرب اللي كان مقفول لبعض اعمال الصيانه والاصلاح. واعتقد يمكن الصور اللي تابعناها على مواقع التواصل الاجتماعي او في المواقع الاخباريه الاستاد بقى بشكل اكثر من رائع، واعتقد ان شاء الله يعني هيكون يساعد الفريقين ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه كبيره ان شاء الله، ويساعد على اداء الجمل التكتيكيه والفنيه اللي الجهاز الفني شغال عليها. يعني خليني يا امير اقول لك ابرز ملامح المعسكر هنا في مدينه برج العرب. يمكن اجتماعات مستمره للجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني دائما مع افراد الجهاز الفني، يمكن في اكتر من محاضره كل يوم بيبقى في محاضره فنيه بيتكلموا فيها مع اللاعبين، خاصه ان انت في عناصر جديده دخلت الفريق فلازم طبعا يبقى في كلام معاها على اسلوب الجهاز الفني واسلوب شغله في الملعب وكمان شغل التحضير للمباريات في الفتره الاخيره خاصه مع دخول العناصر الجديده. كمان يمكن ابرز سمه في المعسكر هو حضور الكابتن محمود الخطيب لليوم الثالث على والي، موجود ومقيم هنا مع الفريق في معسكره بمدينه برج العرب، دائما حريص على التواجد مع اللاعبين ومؤازرتهم والتواجد بجانبهم خاصه في المواقف الصعبه. كابتن محمود الخطيب دايما معودنا انه موجود مع الفريق دايما خاصه قبل المباريات المهمه او البطولات المهمه. كمان انا عاوز اكلمك عن دور الجهاز الاداري وكابتن سيد عبد الحفيظ، يمكن موفرين كل سبل الراحه للفريق هنا داخل فندق الاقامه. يمكن زي ما قلت لك او ذكرت في مداخله قبل كده تناول الطعام بيكون في قاعه مخصصه للنادي الاهلي بعيدا عن بقيه نزلاء الفندق، كمان في قاعه مخصصه للمحاضرات والصلاه للفريق بشكل منفرد وبشكل منعزل عن باقي نزلاء الفندق. كمان يمكن الجهاز الاداري موفر كل السبل والعمال موفرين كل سبل الراحه للفريق، اداء اكثر من رائع داخل يعني المعسكر هنا يا امير. اعتقد ان شاء الله ده هنشوف ثماره باذن الله في مباراه الغد وفي مباريات الموسم بشكل عام، خاصه ان النادي الاهلي زي ما بنقول يعني ما فيش معسكر طويل دخله من فتره طويله، خاصه في ظل تلاحم المباريات. يعني عندك بطوله افريقيا، بطوله الدوري، بطوله الكاس، بقالنا سنتين تقريبا ما خدناش اجازه، فدي اول اجازه واول معسكر. كمان عايز اشيد بدور الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله، كان اداء اكثر من رائع، الراجل شغال هنا الدكتور احمد ابو عبله يعني شغال باداء اكثر من رائع داخل المعسكر ومتابعه حاله اللاعبين، وكمان يا امير يمكن كان يعني باله مشغول دايما بكمان اللاعبين اللي موجودين بالقاهره وبيتابع مع بقيه افراد الجهاز الطبي والتاهيلي بالنادي الاهلي دايما اخبار اللاعبين سواء بيرستاو او كمان اللاعبين المتواجدين في القاهره محمود متولي وجميع اللاعبين وحالتهم، في دايما تواصل ما بين الاسكندريه وما بين القاهره لاطمئنان على حاله جميع اللاعبين. كمان خلينا نشيد بدور الدكتور عبد الرحمن سعيد اخصائي التغذيه بالنادي الاهلي، النادي الاهلي مش ساب اي حاجه للصدفه يا امير، يمكن برنامج غذائي محدد لجميع اللاعبين، يعني الدكتور عبد الرحمن بنفسه هو اللي بيشرف على احضار الوجبات وتجهيزها، مفيش لعيب بياكل زي التاني، لا كل لعيب على حسب القياسات البدنيه اللي معموله له، محدد ليه برنامج غذائي، عدد جرامات من كل عنصر غذائي، عدد الوجبات، نوعيه الغذاء داخل الوجبه، يمكن مجهود اكثر من رائع. يعني عاوز اقول لك اللاعبين يعني ده معسكر زي ما بيقولوا اعدادي وشاق جدا على اللاعبين، يعني سواء في ان بقى في انعزال تام في تركيز في التدريب في المحاضرات، كمان حتى في الاكل يا امير يعني عاوز اقول لك تقريبا الاكل من غير ملح اصلا اللي اللعيبه بتتناوله، ده طبعا ليه ضروره طبيه وضروره غذائيه بيحددها طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله مع اخصائي التغذيه دكتور عبد الرحمن سعيد، فطبعا لازم نشيد بدورهم. والدور ده يا امير اعتقد يعني تحمل اللاعبين في فترات الاعداد بيكون ليه مردود طيب جدا
خلال الموسم، وده بيبان جدا خلال الموسم على اداء اللاعبين، خاصه احنا شفنا فريق النادي الاهلي يمكن اجهاد طويل تواصل مواسم. يا رب ان شاء الله يعني يكون المعسكر بدايه ان شاء الله لحصد البطولات اللي هندخلها كلها السنه دي، وان شاء الله تكون البدايه غدا ان شاء الله بمباراه طلائع الجيش لتقام في السابعه مساء على ملعب استاد برج العرب اللي تقريبا بيبعد عن ملعب عن فندق اقامه النادي الاهلي هنا 15 دقيقه بالظبط يا امير. يعني دي كانت كل اجواءنا من داخل فندق الاقامه، دايما نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله بكره تكون اول حصاد اول بطوله في موسم طويل ان شاء الله من البطولات. الكلمه ليك يا امير، اتفضل. بشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي كان معانا من اسكندريه وطمنا على كل الكواليس والاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي قبل 24 ساعه تقريبا من مباراه الغد امام طلائع الجيش في بطوله السوبر. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه.